تخيل عالما بلا قطبين في صمت مطبق تذوب آخر قلاع طبيعة البكر. القطبان الشمالي والجنوبي يختفيان أمام أعيننا بوتيرة متسارعة، مطلقين العنان لسيناريوهات مرعبة قد تغير وجه الأرض للأبد. لكن بينما يرى البعض في هذا المشهد نذير نهاية وشيكة، يتسابق آخرون لاقتناص فرصة تاريخية لم تسنح منذ ملايين السنين. صراع محموم بين قوى الطبيعة وأطماع البشر، بين كارثة وشيكة وكنوز دفينة، وبين تكنولوجيا قد تنقذنا أو تدفعنا نحو الهوية. فماذا لو ذاب الجليد تماماً؟ هل سنشهد نهاية الحضارة البشرية كما نعرفها؟ أم أننا نقف على أعتاب عصر جديد من الاكتشافات والثروات المدفونة تحت طبقات الجليد العتيقة؟ كونوا معنا في رحلة مثيرة بين كوابيس العلماء وطموحات الشركات العملاقة. الحقائق المرعبة بين العلم والخيال. ما كان يعتبر خيالاً علمياً قبل عقود أصبح اليوم حقيقة مروعة تتكشف أمام أعيننا. فالقطب الشمالي يفقد غطاءه الجليدي بمعدل مذهل، إذ تشير أحدث دراسات إلى أنه قد يخلو تماماً من الجليد البحري خلال فصل الصيف بحلول أوائل العقد المقبل. أما في القطب الجنوبي فتتسارع معدلات ذوبان الصفائح الجليدية العملاقة بشكل غير مسبوق، حيث فقدت أنتاركتيكا أكثر من تريليون طن من الجليد خلال العقدين الماضيين. العلماء يحذرون من أننا قد نكون قد تجاوزنا بالفعل نقطة لا عودة، فالجليد الذي استغرق تكوينه آلاف السنين يختفي في غمضة عين جيولوجية ويهددنا بإطلاق قوى طبيعية جبارة كانت مكبوتة لملايين السنين. بكل أسف هذا ليس خيالا علميا، بل هو واقع مرعب يتشكل أمام أعيننا، وقد يصبح عالم بلا أقطاب جليدية حقيقة واقعة خلال حياة أطفالنا. ولكن ماذا يعني عالم بلا جليد قطبي؟ السيناريو الأكثر وضوحاً هو ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل كارثي، فذوبان جليد القطبين بالكامل قد يؤدي لارتفاع مستوى البحار بما يزيد عن 70 متراً، مما يعني اختفاء مدن بأكملها تحت الماء. لكن الكارثة لا تقف عند هذا الحد، فذوبان الجليد يهدد بتعطيل التيارات المحيطية العميقة التي تنظم مناخ كوكبنا. تخيل أوروبا تغرق في برد قارس رغم الاحتباس الحراري العالمي، أو تيار الخليج يتوقف فجأة مسبباً اضطرابات مناخية غير مسبوقة. الخطر الأكبر يكمن في التربة الصقيعية المتجمدة التي تحبس كميات هائلة من غاز الميثان، والذي يعد أحد أخطر الغازات الدفيئة، إذ تفوق قوته ثاني أكسيد الكربون ب25 مرة. فذوبان هذه التربة قد يطلق قنبلة ميثان تدفع بالاحتباس الحراري إلى مستويات لا رجعة فيها. وفي خضم هذه الفوضى المناخية ستختفي عوائل كاملة، وتنقرض أنواع لا حصر لها من الكائنات الحية، من الدبابة القطبية إلى الطحالب المجهرية التي تشكل أساس السلسلة الغذائية البحرية. المفاجأة غير المتوقعة، الفرصة الذهبية للعالم. في وسط هذا المشهد القاتم تلوح في الأفق فرص ذهبية لم تكن متاحة من قبل. فالجليد الذائب يكشف عن كنوز دفينة ظلت محبوسة لملايين السنين. في القطب الشمالي وحده تشير التقديرات إلى وجود 22% من احتياطيات النفط والغاز غير المكتشفة عالمياً. أما جرينلاند فتحتوي على 42 مليون طن من المعادن النادرة، أي ما يزيد بنحو 120 مرة عن إجمالي ما تم استخراجه عالمياً في عام 2023. كذلك قد يفتح ذوبان الجليد ممرات ملاحة جديدة كانت مستحيلة سابقاً. فالممر الشمالي الغربي والطريق البحري الشمالي يختصران المسافة بين آسيا وأوروبا بنحو 4000 كيلومتر مقارنة بقناة السويس، مما يوفر مليارات الدولارات سنوياً في تكاليف الشحن في العالم. كما تظهر فرص غير مسبوقة للسياحة القطبية والزراعة في المناطق التي كانت متجمدة سابقاً، فضلاً عن استغلال المياه العذبة الهائلة المخزنة في الأنهار الجليدية لتلبية احتياجيات العالم المتزايدة. هذه الثروات الهائلة قد تشكل فرصة تاريخية لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي وتوفير موارد حيوية لمستقبل البشرية. الصراع الجيوسياسي وسباق السيطرة.
لم تكن كلمات أبو الطيب المتنبي مصائب قوم عند قوم فوائد مجرد بيت شعر عابر، بل حقيقة مرعبة مخبأة في ثنايا التاريخ، وأن هناك دائماً من يقتات على كوارث الأرض وجراح البشر. فأينما وجدت الثروات يشتعل الصراع، فالقوى العظمى تتسابق بالفعل للسيطرة على الذهب الأبيض في القطبين. روسيا التي تملك أطول ساحل على المحيط المتجمد الشمالي تعزز وجودها العسكري هناك بشكل غير مسبوق، وتبني أسطولاً من كاسحات الجليد النووية العملاقة. والصين رغم بعدها الجغرافي أعلنت نفسها دولة قريبة من القطب الشمالي، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية القطبية، وتوقع اتفاقيات مع روسيا وأيسلندا وغرينلاند. أما الولايات المتحدة فتسعى جاهدة للحاق بالركب، وتعين مبعوثاً خاصاً للمنطقة القطبية لتكثيف الدبلوماسية الأمريكية هناك. معاهدة القطب الجنوبي التي حافظت على أنتاركتيكا كمنطقة منزوعة سلاح مخصصة للبحث العلمي تواجه تحديات غير مسبوقة مع تزايد الأطماع في ثرواتها. هذا الصراع الجيوسياسي المحموم قد يشكل ساحة جديدة للتنافس العالمي، ويعيد تشكيل موازين القوى في القرن الحادي والعشرين. التكنولوجيا قد تكون المنقذ الوحيد. في مواجهة هذا المشهد المعقد، تبرز التكنولوجيا كبصيص أمل قد ينقذ البشرية من مصير محتوم. الهندسة المناخية تقدم حلولاً طموحة، مثل رش مواد كيميائية في الطبقة العليا من الغلاف الجوي لعكس أشعة الشمس، أو تغطية مساحة شاسعة من الجليد بمواد عاكسة لإبطاء ذوبانه. وكانت الصين قد أجرت بالفعل تجارب محلية للهندسة الجيولوجية الشمسية، وذلك على نهر داغو الجليدي في سيتشوان بهدف الحد من ذوبان الأنهار الجليدية. الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في نمذجة تغير المناخ والتنبؤ بمعدلات ذوبان الجليد بدقة غير مسبوقة، وهو ما يساعد في وضع استراتيجية فعالة للتكيف والمواجهة. وتقنيات استخراج الموارد المستدامة تتطور بسرعة، مما قد يتيح استغلال ثروات القطبين دون تفاقم الأزمة البيئية. في النهاية، عالم بلا جليد قطبي ليس مجرد سيناريو علمي بعيد، بل واقع يتشكل أمام أعيننا، يحمل في طياته مخاطر وجودية وفرصاً غير مسبوقة. المعادلة معقدة للغاية، فكيف نوازن بين حماية كوكبنا واستغلال موارده؟ وكيف نتعاون عالمياً في ظل صراع المصالح؟ وهل يمكن للتكنولوجيا أن تنقذنا من أنفسنا؟ الإجابة ليست في القطبين المتجمدين، بل في قلب الحضارة الإنسانية وقدرتها على التكيف والابتكار والتعاون. فمستقبل القطبين ومستقبل كوكبنا يعتمد على القرارات التي نتخذها اليوم.